ناريندرا مودي إلى ولاية ثالثة بعد فوز حزبه بأكبر انتخابات في التاريخ والتي صوت فيها نحو مليار ناخب. انتخابات ذات طابع معاد للمسلمين، استخدم فيها حزب بهاراتيا جاناتا قانون الجنسية المتهمة بمعاداة المسلمين ورقة رابحة للبقاء في سدة الحكم. إعلان دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ قبيل انطلاق التصويت بأسابيع عبد الطريق أمام مودي وحزبه في بلد باتت فيه الانتماءات الدينية تؤثر على مجريات السياسة وتوظف في الدعاية الانتخابية. فما هو هذا القانون ولماذا يثير جدلاً واسعاً؟ قانون يعود لعام 2019 يمنح حق الجنسية الهندية للمهاجرين غير المسلمين الذين قدموا إلى الهند قبل 31 من ديسمبر عام 2014 من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان هرباً من الاضطهاد في بلدانهم ذات الأغلبية المسلمة. يشمل القانون الهندوس والبوذيين والسيخ والجانيين والبرسيين والمسيحيين، فيما يستبعد الأقليات المسلمة من دول الجوار مثل روهينجيا ومسلمي سريلانكا. عند إقراره قبل 5 سنوات أشعل القانون فتيل احتجاجات ضخمة لم تخلو من مواجهات وعنف أسقط قتلى وجرحى. There are so many of us who still want to fight to preserve the India that we have grown up in that these people are trying to destroy. We might be Muslims, we might be Hindus, but we are fighting as Indians. يرى معارض القانون أنه ينتهك علمانية الدولة ودستورها الذي يمنع استخدام الدين معياراً للمواطنة، ويعتبرونه تمييزياً ليس فقط لأنه يحرم المهاجرين المسلمين من التجنس، بل أيضاً لتهديده الملايين من مسلمي الهند. كيف ذلك؟ الحكومة الهندية شرعت في إحصاء سكاني يطلب بموجبه من السكان تقديم وثائق لإثبات جنسيتهم الهندية، وهو أمر ليس سهلاً بالنسبة للكثيرين من مختلف الديانات نظراً لمشكلات عدم التوثيق، ولكن مسلمي الهند يخشون من أن الإحصاء قد يحرم الملايين منهم من جنسيتهم، في حين أن القانون سيمنحها للمهاجرين من الديانات الأخرى في إطار خطة أوسع تتبناها الحكومة ممثلة في حزب بهاراتيا جاناتا وزعيمه مودي، هدفها طرد المسلمين خارج البلاد. هندوستان میں رہتے ہیں تو مودی بتاؤ ہم سے کاغذ مانگ رہا ہے یہی کہ اس دیش کے ہم اسی دیش کی مٹی کے یہی مریں گے یہی جئیں گے. القانون يأتي ليعمق مأساة أقلية عاشت عقودا من الاضطهاد وتحولت حياتها إلى جحيم مع صعود اليمين المتطرف. فكيف وصل مسلم الهند إلى هذه النقطة؟ كريستيان देश भी है मुस्लिम कंट्री भी है एक हमारा देश क्या जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और तो क्यों नहीं हिंदू देश बनना चाहिए. الهند موطن للتعدد والتنوع الديني والعرقي واللغوي وفسيفساء غنية شكل المسلمون جزءا منها لوقت طويل. منذ سنوات الإسلام الأولى وجد المسلمون طريقاً إلى الهند عبر التجارة قبل أن يتمكنوا من حكمها في فترات مختلفة لعدة قرون. أهم السلالات المسلمة التي حكمت الهند هي سلالة المغول الذين امتدت إمبراطوريتهم لأكثر من 300 عام قبل أن تكتب نهايتها على يد المستعمر البريطاني. في عام 1947 عندما قرر الاستعمار البريطاني الانسحاب من شبه القارة الهندية وضع خطة لتقسيمها على أسس دينية في ظل مطالبة رابطة مسلمي الهند بالاستقلال، خطة أشرف عليها المحامي البريطاني سيريل راتكليف. في ظرف 5 أسابيع رسم الرجل الخط الذي أنشأ دولتين جديدتين مستقلتين، الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، مؤسساً لواحدة من أكبر مآسي التاريخ الإنساني. جر التقسيم الويلات على أهل المنطقة ونتجت عنه أعمال عنف ديني راح ضحيتها مئات الآلاف وهجرات جماعية انتقل فيها 12 مليون شخص بين الدولتين. المسلمون الذين وجدوا أنفسهم في الجانب الهندي من الحدود تحولوا فجأة إلى أقلية وسط أغلبية هندوسية ساحقة. حمل مسلمو الهند مسؤولية التقسيم وشاع الخطاب المحرض ضدهم في المدارس الدينية الهندوسية والتجمعات القومية والمؤسسات السياسية والإعلامية، ما شكل بذرة لسلسلة لا تنتهي من أعمال العنف والاقتتال الديني، أشهرها هجمات جوجرات عام 2002 والتي يقدر عدد ضحاياها ب2000 شخص على الأقل. في ذلك الوقت كانت الولاية تحت حكم رئيس الوزراء الحالي مودي الذي تضعه تقارير في قلب الحدث وتتهمه بعدم بذل ما يكفي لوقف القتل، بل وبالتورط المباشر فيه
وإعطاء الهندوس الضوء الأخضر للهجوم على مسلمي الولاية بعد مقتل هندوس في حادثة حرق قطار. أحداث جوجرات تعد رمزاً صارخاً للاضطهاد الممنهج الذي يعاني منه مسلم الهند، والذي لا يقتصر على الاستهداف الجسدي بل يأخذ أشكالاً أخرى متعددة، من استهداف أماكن عبادة ومنازل وممتلكات وتهميش بنيوي وحرمان من الحقوق الأساسية، ما أضعف مجتمعات المسلمين وأدى إلى تخلفها اقتصادياً واجتماعياً. وإذا كان هذا وضع المسلمين في الولايات التي يشكلون فيها أقلية، فإن حالهم ليس أفضل في جامو وكشمير، حيث تتجاوز نسبتهم 60% من السكان. الإقليم المعسكر حظي قبيل الانتخابات بزيارة هي الأولى من نوعها لمودي منذ إلغاء حكومته المادة 370 من الدستور، والتي كانت تمنح الإقليم وضعه الخاص باعتباره منطقة تتمتع بحكم ذاتي. جمو كشمير केवल एक क्षेत्र नहीं है ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है आई वुड से दैट वारिंग फॉर इकोनॉमिक इश्यूज मिस्टर मोदी इज कंप्लीटली एन आरएसएस पर्सन हिज एंटायर पॉलिटिक्स हिज एंटायर प्रोग्राम्स व्हिच इज परस्यूड एज प्राइम मिनिस्टर दे हैव ऑल बीन मोटिवेटेड बाय द आरएसएस थिंकिंग एंड द आरएसएस आइडियोलॉजी. منذ صعوده للحكم عام 2014 يضع اليمين المتطرف في الهند ممثلاً في حزب بهاراتيا جناتا طرد المسلمين المقدر عددهم ب200 مليون في مقدمة خططه. Mr. Modi's ultimate goal is to strengthen Hindu nationalistic politics more and more and more and eventually reach a stage when ideological contestation ceases in India and there is no opposition to any of the programmatic initiatives of the government. أسهم الاستعمار البريطاني في انتشار القومية الهندوسية وقبولها شكلاً من أشكال مناهضة المحتل قبل أن تتخذ طابعاً مناهضاً للمسلمين مع مرور الوقت. تقسم القومية الهندوسية سكان الهند إلى ثلاث فئات: الهندوس باعتبارهم أبناء البلد، المنشقون عن الهندوسية وهم السيخ والبوذيون، وثالثاً يأتي المسلمون والمسيحيون الذين يوصفون بأبناء المحتلين وينظر إليهم على أنهم أعداء الهند والخطر الذي يهدد سلامها. تتبنى القومية الهندوسية ما يعرف بالهندوتفا، أيديولوجية روجت لها كتابات فيناياك دامودار سافركار، تقوم على فكرة أن الهند وطن قومي للهندوس حصراً، وهي تضع المسلمين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الرحيل إلى باكستان أو تحمل عواقب بقائهم في الهند. I hope that they will see everyone equally like Hindu and Muslims. India is like that. Here we have a Hindu, Muslim, Sikh, even Christians as well. I want everyone to be like equally.